إيه اللي يفرح في عالم كله دمار؟ في عالم القتل والخراب بقى فيه أخبار عادية، وهي الأيام ماشية، وهي أيام معدية. إيه اللي يفرح في دنيا فيها الأخ بيخون أخوه، والابن بدل ما كان بار بقى يقتل أبوه؟ إيه اللي يفرح وناس بتقول إزاي أفرح وأنا بحارب كل يوم عشان أعيش، بس أعيش؟ الحزن مكتوب علينا من يوم ما اتولدنا، جينا العالم بنبكي، ولما بنخرج منه كل العيون علينا هتبكي. وما بين ده وده مشوار طويل، فيه الفرح بيجي زيارة، والحزن الحزن يفضل معشش جوانا. مش ده اللي قاله الرب؟ آدم بالجهد والتعب والعرق يكسب لقمته، وحواء بالبكاء والوجع تولد عيالها. ازاي عايزيننا نفرح؟ ده الفرح لو في يوم دخل بيتنا نلفه بملاية الحزن، بتوب الدموع، ونكفنه ندفنه ونقول هو ده نصيبنا. لكن ليه في ناس فرحانين على وشوشهم السلام، والفرح عندهم زي الصديق ماشي دايما قدام؟ ليه بسمع صوت تهليل بدل من النواح والعويل، بيقولوا فرح الرب قوة؟ أنا عايز يكون عندي دي القوة، عايز اختبر الضحك في وقت الحزن، التسبيح في وقت الظلام، تبقى قيود السجون في إيدي وتسبيحي يهز الحيطان، يفك قيود السجن ويغير قلب السجان. عايز أفرح وفرح يكون ثابت جوايا، برغم الظروف يفضل فرحك في قلبي، لأنه فرح حقيقي، لأنك إلهي بتشيلني، بتعبر بيا أوقات الضعف، بتغير حزني الفرح ونوحي الرأس، وتديني جمال بدل الرماد، ورداء تسبيح بدل اليأس. ثبت فرحك في قلبي.